وببدأ أوصل النقط ببعضها. أنا كده أكني شغال الكورساج اللي إحنا في الفيديوهات اللي فاتت، اللي هو العادي، اللي هو أنا شغال في الخلف، في الخلف اللي مفهوش لسه بالنسبة. هنبدأ بعد كده الخطوة اللي بعد كده من أول هنا لحد هنا كده، عشان نبدأ نعمل الجيو 5 سنتي، وبطلع بره 0.5 سنتي، آدي 5 سنتي أهي، وبطلع بره قيمة 0.5 سنتي، وببدأ أعمل الدوران بتاعي. الخط اللي أنا عملته اللي هو عرض الظهر ده بلمسه، بيبقى فيه تلميح، بلمسه لل يعني هو فايدته معايا إن هو يلمس الخط ويوصل بالنقطة دي. أنا كده عملت الجيبو بتاعي. جيبو طار. حسيت ان الجيرو مش مستريح، ممكن تريحه بالكيرف او بايدك، تخش التجويفه تعلي التجويفه سنه. المهم لما تكون عامل جيرو للكم يكون مريح عينيك وشايف ان الشغل مظبوط. في الخطوه اللي بعد كده هنيجي نعمل بلسة الظهر. بلسة الظهر هنا عرض الظهر 24، بنقسم النص، النص 12 سنتي، وبنبدأ هنا برضه نعمل 12 سنتي ونعمل نقطة 12 سنتي. ووصل النقط ببعضها عشان أعمل بنسة الظهر. باجي هنا بسيب سنتي ونص وسنتي ونص قيمة البنسة، سنتي ونص سنتي ونص، ووصل في الطريقة الإيطالية بنسبة، الطريقة الإيطالية بنسبة 2 سنتي هناك. وممكن تبدأ برضه من فوق، لأن ممكن كمان البيزا تلاقيها يعني الطريقة الإيطالية بتقول لك اسقط 2 سنتي واشتغل، مفيش مشكلة. الكيرف حضرتك وأنا عامل الكيرف كده، الكيرف بتاعي، وممكن ابدا من فوق برضه محب يعني شغال، مفيش مشكله بقى. طبعا ما كانش في عينه موجوده يعني الكيرف، عشان خاطر اعمل البنسة فببدا اظبط نفسي كده. ادي البنسة، ببدا اعمل بنسة الظهر نفس، حاول تحافظ على نفس المسافه، على نفس العدله، العكس اعكس كده. طيب يعني انا عملت كده وعملت التجويفة كده، هاجي اعمل النصوص تحت هنا غالبا بيبقى 12 سنتي. هاجي اعمل الثقوب بتاع البنسة، بكمل بنستي نفس زي ما حضراتكم شايفين كده كده. طب انا لو طلعت فوق قدام شوية ماشي مفيش مشكلة عادي، بس ما دام انت اشتغلت كده يبقى برضه هتشتغل. ده مش حاجة يعني مثلا تضيع لك تلبيس، لا، حاجات بسيطة، فنيات بسيطة مع الممارسة هتلاقي الموضوع سهل. هنيجي بقى نعمل جلسة تقسيم الوسط. تقسيم الوسط احنا بندخل جوه 2 سنتي، 2 سنتي وبنعمل تقسيم الوسط بتاعنا. لو في ريجا يبقى بعد ما بخلص من الجيرو بعمل الجيرو هبدا اعمل تقسيم. التقسيم بتاعي انا بخش هنا 2 سنتي وبوصل بالريجا بتاعتي او الكيرف، بوصل الوسط زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بقسم المسافه دي، المسافه دي النص، يعني نشوف نصها كام. نصها 22، نصها 22، نصها 11، هي 22 نصها، انا كده في غلط. هنبدا المسافه دي هنقسمها، هي 22 نصها 11، ونبدا
11 وناخد خط 11 سنتي ونشد خط مستقيم، ناخد خط مستقيم ونسقط هنا 2 سنتي زي ما حضراتكم شايفين كده، بسقط 2 سنتي، بسيب مسافة هنا سنتي ونص وسنتي ونص، وابدأ بالكيرف بتاعي الريجة وابدأ اوصلهم نفس المسافة، نفس المسكة الريجة بتاعتي، وابدأ اعمل السقوط هنا في الظهر غالبا بيبقى 12 سنتي، بعمل نقطة وبعمل البنسة بتاعتي بنفس الشكل زي ما حضراتكم شايفين. دي بنسة الظهر الخلف، وباجي عند الهانش. الهانش هنا هيبقى يعني هنا المسافة هنا 22 سنتي، لو 22 سنتي هاجي عند الهانش هيبقى هيزيد معايا هيبقى 25 سنتي، بتزود 3 سنتي، وببدأ أبدأ أخد بالكيرف بتاعي الهانش وانزل خط مستقيم بعد كده، يعني 25 بعد 25 بالنسبة للهانش. طبعا حسب الموديل بقى، موديل كلوش وسع في موديل دوبل كلوش حسب الموديل اللي انت حضرتك عليه. فاحنا دلوقتي بنتكلم في اساس بيبقى مع حضرتك شغال كده. احنا انتهينا من الخلف، نبدا نشتغل على الامام. اول حاجه بعملها بطلع فوق ال 2 سنتي في الامام، اللي زي ما اتكلمنا مع حضراتكم في اول الفيديو قلنا ان الامام بيبقى زياده 2 سنتي عن الظهر، 2 سنتي، وبشد خط زي ما حضراتكم شايفين اهو، وهنا باخدها بالمره عرض الظهر بيبقى هنا 19، انقص سنتي هنا اخليه 18 سنتي، 18 سنتي. هي اساسيات حضرتك بتتعود عليها بتحفظها، 18 سنتي، وبتاخد تشد خط مستقيم. ده برضو عرض الظهر كده. انا هبدا اشتغل زي ما انا شغال كده في الامام. تاني خطوه في الامام بعملها، بعمل السقوط هنا من اعلى نقطه اللي هي فوق دي، بسقط 8 سنتي واعمل نقطه هنا. القيمه هنا احنا نفس القيمه دي انا مرتبط بيها اللي هي 7.5، 7.5 سنتي، عشان ايه حاجه في حاجات بتبقى مرتبطه بين الظهر والسيب. 7.5 انا لازم هاجي هنا من البدايه هنا 7.5 انا مرتبط بيها واعمل نقطه، وانزل تحت برضه 7.5 نقطه بالمثلث بتاعي زاويه قايمه، وببدا اعمل المستطيل اللي هوصل من خلاله لفحرة السيف. وبعد كده باخد خط مستقيم كده، وباجي من اول بداية الخط دوت عندي 7.5 سنتي، واعمل نقطة علشان اعمل فحرة السيف بالكيرف بتاعي او بايديا لو حضرتك يعني حاسس ان انت عارف تجيبها مظبوطه. هو بتقوم جاي عامل فحر الصدر، وفحر الصدر دي برضه متغير، ممكن يبقى الصدر يسقط نص سنتي، ممكن يعلى نص سنتي، لو في موديل، لو في موديل معين شغال بيه. بس احنا بنتكلم حضرتك معاك اساس شغال عليه زي ما قلنا في بدايه الفيديو. برضه باكد على حضراتكم ان هنا احنا فتحنا الكورساج هنا 24 في الامام 26. الخطوه اللي بعد كده انا باجي من اول هنا وبنزل 7.5 سنتي، وبعمل نقطه وبالمثلث بتاعي، ولو في مثلث ارسطو لو تسمعوا عنه حضراتكم برضه، يعني اي حاجه، اي الادوات كل ما تكون متوفره كل ما بتريح الشغل، وتشد خط مستقيم كده. انا عايز اعمل الكتف بتاعي. طب الكتف بتاعي هنا 13 سنتي،
اجي برضو من البدايه 13 سنتي واعمل نقطه على العلامه اللي انا عملتها واوصل الكتف. الكتف ده مش كتف اساسي، مش ده اللي انا هشتغل عليه، بس انا بعمله عشان هوصل لحاجه هتشوفوها حضراتكم دلوقتي كده. انا عملت الكتف ده نفس القيمه هي اللي موجوده هنا 13 سنتي، وببدا الخطوه اللي بعد كده من بدايه فحره الصدر، فحره الجيوب بتاع الصدر رقبه 5 سنتي، وبقف واعمل علامه. وبعد كده على زاويه مستقيمه زي المسدس بتاعه بطلع فوق 1.6 او 1.5 عشان ما تعبكمش هنا، وبقف اجي على البعد بالنقطتين، بعد بنقطتين السد بيبقى في المقاس ده 9 سنتي. هو السقوط من اول يعني البعد بالنقطتين في المقاس بتاعنا بيبقى 26. بخش جوه هنا 9.5 او 9 سنتي، هو ممكن ينزل تحت نص سنتي يعلى متغير، بس احنا هنشتغل 9.5 سنتي ونوصل بالواحد وستة من عشرة او 1.5 سنتي، مش هنقول 1.6، ما في ناس ما بتستريحش بالمليات، بس هو عموما الطريقة الصحيحة الإيطالية 1.6، وأبدأ أوصل المسافة دي. المسافة دي بتديني القيمة دي البنسة 25 سنتي، 25 سنتي. إحنا هنا بنعمل في المنطقة دي بنسة 25 سنتي. الخطوة اللي بعد كده بطلع هنا 7.5 سنتي من بداية البعد من النقطتين، منطقة الصدر 7.5 سنتي، وبطلع مستقيم على الخط، عمودي على الخط ده 2 سنتي لبره، 2 سنتي علشان اعمل الجلسه بتاعتي. واجي من بدايه من البدايه هنا من بعد النقطتين بتاعتنا، نقطه الارتكاز بتاعتنا، وباخد خط نفس قيمه البنسة، هي لازم تبقى نفس القيمة 25 سنتي، واعمل علامة واوصلهم ببعض. لازم المسافة دي تبقى اخت المسافة، لازم. الخطوة اللي بعد كده عايز اعمل الكتف بتاعي بدل الكتف الوهمي. الكتف اللي انا عملته ده الفايدة فيه الحاجة الوحيدة ان انا عملت السيسون بالبنسة بتاعتي، بنسة الست كوب مظبوطة، بس هو بعد شيء ما بقى يعني هي دي الخطوة اللي نحتاج نحفظها ونمارسها كتير علشان نشتغل بطريقة كويسة. هوبا الطول ده كله غلط. احنا في الخلف، بس في بس معلومة كده انا عدلتها، ان عرض الظهر عفوا يعني هنا في المقاس بتاعنا بيبقى 18 سنتي في الظهر، وهنا 17 في السنتي. وهنبدأ بعد كده نقسم الوسط، هنخش جوه 2 سنتي، وبالكيرف بتاعنا مثلا او امريكا نبدأ نقسم المسافة اللي هنا دي، نقسمها عشان نعمل بنسة الظهر 22 نصها 11 سنتي، بعمل علامة وببدأ أطلع خط مستقيم. أو ممكن برضه 11 سنتي، أي سنة 11 و11 وأوصل، المهم خط مستقيم.
بسيب هنا سنتي ونص وسنتي ونص قيمة البلسة، بلسة الظهر، وباجي بالكيرف. الطريقة الإيطالية بتقول في سقوط هنا 2 سنتي، ببدأ أعمل البلسة بتاعتي وأغير نفس الاتجاه اللي أنا شغال على نفس ماسكة الريجة بتاعتي، والسقوط هنا بيبقى في الظهر 12 سنتي، وأعمل نقطة بالنسبة لبنس الضغط، وببدأ أعمل البنسة بتاعتي باجي على الهانش هنا الوسط 22، بزود 3 سنتي 25، وأعمل نقطة وببدأ أعمل الهانش. بالنسبة بقى السقوط بعد كده بيبقى نفس القيمة 25 سنتي، الأول هنا 25 سنتي ووصلهم ببعض. انت هنا من الضهر من الخلف اللي هو يعني التركيز مش هيبقى عليه قوي، نبدأ نخش على طبعا زي الست. الست للشغل فيه أول حاجة بعملها بطلع 2 سنتي 2 سنتي، المسافة اللي أنا خدتها هنا اللي هي 7.5 سنتي بالضبط فحرة الرقبة باخدها هي هي، سبعة ونص لازم تبقى قدها بالظبط. السقوط بيبقى 8 سنتي سقوط الرقبة 8 سنتي بزاوية قايمة مثلث، وبعمل هنا برضه 7.5 سنتي عشان اقفل المستطيل بتاعي، 7.5 سنتي اهو قفلته، وباخد خط مستقيم من اول هنا برضه 7.5 او 8 سنتي حسب واحد هنا.